exercice factoriser بمعنى عمل التعبير أ. إذن تعبير أ فهو يساوي 36 ناقص إكس أس 2 زائد إكس ناقص 5 عامل لستة ناقص إكس. نلاحظ أن لدينا 36 ناقص إكس أس 2، إذن سوف نقوم بتعمل استعمال المتطابقة الهامة التالتة. إذن 36 فهي مربع 6 ناقص إكس أس 2 زائد إكس ناقص 5 عامل ستة ناقص إكس. إذن باستعمال هذه المتطابقة الهامة نجد 6 زائد إكس عامل ستة ناقص إكس زائد إكس ناقص 5 عامل ستة ناقص إكس. بعد ذلك نلاحظ أن لدينا نفس العامل المشترك 6 ناقص إكس، نعامل بستة ناقص إكس عامل لي 6 زائد إكس زائد إكس ناقص 5. إذن 6 ناقص إكس عامل لي إكس زائد إكس 2 إكس، 6 ناقص 5 يساوي 1.